بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم ان شاء الله النهارده على درس جديد في موديول الهيماتولوجي، وهو درس السيكل سيل ديزيز. الدرس ده هقول فيه هو درس مهم طبعا لانه درس كلينيكال فلازم نفهمه كويس. وهقول الاول كده مقدمه او اوفر فيو لازم نفهمها لان هي مبني عليها الدرس كله. لو انت فهمت الحته دي الدرس كله هيخلص معاك بالحته دي. يبقى اول حاجه عندنا طبعا عارفين ان الهيموجلوبين موجود في الجسم في ثلاث اشكال، تمام؟ يبقى الهيموجلوبين بيتمثل في الجسم في ثلاث اشكال: هيموجلوبين A1، هيموجلوبين A2، هيموجلوبين F، تمام؟ طيب الهيموجلوبين A1 ده بيبقى بنقول ان هو ليه الابر هاند، يعني بيبقى ليه النسبة العالية جدا من الهيموجلوبين. يعني هيموجلوبين A1 ده هو اللي بيبقى نسبته عالية يمكن ازيد من 90%، تمام؟ وبيتكون من 2 الفا تشين واتنين بيتا تشين، 2 الفا تشين واتنين بيتا تشين زي ما احنا عارفين من البايو. طيب الهيموجلوبين A2 ده بيبقى نسبته قليلة، تمام؟ وكذلك الهيموجلوبين F1. طب ايه هو الهيموجلوبين F1 ده؟ بيبقى موجود في الفيتس والأطفال اللي هما لسه مولودين، تمام؟ الإف دي معناها فيتس، الهيموجلوبين الموجود في الفيتس، تمام؟ بيبقى موجود في الفيتس والأطفال اللي لسه مولودين، بيبقى موجود في الأطفال اللي هما لسه مولودين بنسبة عالية. وبعد كده اما يكبروا بيبقوا ادلت الهيموجلوبين اف ده بيقل، تمام؟ فبالتالي الهيموجلوبين اف واحد ده زي ما قلنا بيبقى موجود في الفيتس والاطفال لسه مولودين بنسبة عالية. طيب هما بيكبروا ويتحولوا لادلت نسبتها بتقل. طيب ايه اهميته؟ ليه اهمية عالية جدا في العلاج، هنقولها بس مش دلوقتي، تمام؟ يبقى احنا قلنا الهيموجلوبين الموجود في الجسم على هيئة هيموجلوبين A1، هيموجلوبين A2 قلنا الهيموجلوبين A1 ده اللي هو الأبر هاند يعني له 90%، إنما الهيموجلوبين A2 ده نسبته قليلة فمش هنقوله كتير في الكلام، تمام؟ والهيموجلوبين F1 ده قلنا في الأدلت بيبقى قليل، هو بيبقى كتير إيه في الأطفال اللي هما لسه مولودين والفيتس، بس لما يبقوا أدلت نسبته بتقل جدا. فبالتالي احنا كلامنا كله هيبقى على الهيموجلوبين A1. فاحنا اصلا احنا عارفين ان الجين في جسم الانسان جين الهيموجلوبين بيتمثل طبعا بتو جين، لان اي صفه في جسم الانسان بتتمثل بتو جين جينين. فبالتالي احنا لما نقول نتكلم على صفه الهيموجلوبين فبنقول ان الشخص النورمال ده ايه يعني هو عنده الجين اللي هو الهيموجلوبين ال اتش بي اي 1 ده هو ليه الابر هاند يعني نسبته هي اللي عاليه. فاحنا قلنا دول نسبتهم قليلة فمنقولهمش في الكلام. الاي ده معناه ان عنده الهيموجلوبين اي واحد في التو جينات في الاتنين جينات بتوع الهيموجلوبين، فمعنى كده ان الراجل ده سليم. وقلنا الهيموجلوبين اي واحد ده بيتكون من 2 الفا واتنين بيتا اللي هو الهيموجلوبين العادي النورمال. طيب في درس السيكل سيل ديزيز بيحصل ايه بقى؟ بيقول لك ان فيه كروموسوم رقم 11، الكروموسوم رقم 11 ده بيحصل فيه ميوتيشن. الميوتيشن دي ايه شكلها؟ بيقول لك ان زي ما احنا لسه قايلين ان الهيموجلوبين بيتمثل بتو جين ال اتش بي اي اللي هو الهيموجلوبين ايه اللي احنا لسه قايلين اللي هو الابر هاند، تمام؟ فبالتالي قلنا بيتكون من 2 الفا تشين و 2 بيتا تشين. فبيقول لك ان الميوتيشن ده بتحصل في البيتا تشين، واحده بيتا تشين من دول يحصل لها ميوتيشن يقوم على السكس كودون او السكس بوزيشن، يعني بوزيشن رقم 6 بيبقى موجود الجلوتاميت في ده في الشخص النورمال. في الشخص النورمال عنده البيتا تشين موجود في الكودون رقم 6 او الامين اسيد رقم 6 عنده الجلوتاميت. بيقول لك بقى لما يحصل الميوتيشن ده يحصل في الرقم 6 فيتحول من جلوتاميت لفالين، تمام؟ يبقى ده حصل كده السيكل سيل ديزيز. حصل ايه؟ جه في الكروموسوم رقم 11 قلنا موجود الهيموجلوبين ايه، الهيموجلوبين ايه ده هو اللي الابر هاند فاحنا اللي اتكلمنا كله عليه. قلنا بيتكون من 2 الفا واتنين بيتا، قلنا البيتا تشين دي بيحصل فيها ميوتيشن عند الكودون او البوزيشن رقم 6 يبقى موجود جلوتاميت. لا الجلوتاميت ده بيتحول هو اللي بيحصل فيه الميوتيشن ويتحول ليه فالين، فالفالين ده بيبقى نان بولر. فالنان بولر ده بيقوم مجمع كريات الدم الحمراء تخليها يحصل لها سايكلينج جنب بعض، يعني ايه؟ يعني تلزق في بعض. هي المفروض كرات الدم الحمراء ما تبقاش لازقه في بعضها كده، لا الفالين ده بيبقى نان بولر فيخليها تقرب من بعضها، يقوموا لازقين من بعضهم كده يحصل لهم ستيكنج. فالستيكنج يديلك شكل المنجل، تمام؟ بنسميها السيكل سيل ديزيز، يبقى انيميا الخلايا المنجليه لان هي بتلزق في بعضها وبتعمل لك شكل المنجل، تمام؟ يبقى ده الحوار كله. يبقى الجلوتاميت اتحول حصل فيه ميوتيشن عند بوزيشن رقم 6 بقى فالين، الفالين ده بيقوم مجمع لك كرات الدم الحمراء تخليها تلزق في بعضها تدي لك شكل سيكل اللي هو المنجل.
شكل ده بنسميها سيكل سيل ديزيز. طيب هل الشكل ده بيبقى موجود في كل كرات الدم الحمراء اللي في الجسم؟ قال لك لا، قال لك طبعا احنا عارفين ان الهيموجلوبين هو اللي بيشيل الاكسجين، فبيقول لك ان الهيموجلوبين لما يبقى اكسجينيتد، لما يبقى شايل الاكسجين، بيبقى الشكل النورمال، واخد الشكل النورمال، واخد شكل الكورباسكل العادي بتاعه. انما لما يبقى دي اكسجينيتد، يعني ما هوش اكسجين، يقوم واخد شكل المنجل، تمام، واخد شكل السيكل سيل. معنى كده ان في البلد في اكسجينيتد هيموجلوبين، لما يكون معاه اكسجين بيبقى واخد شكل النورمال عادي، لان الاكسجين بيدخل هنا ما بين الروابط ويخليها تبعد من بعضها. انما لما الاكسجين يتشال، لا ده هيقربهم من بعضهم، لان الفالين هيقربهم من بعضهم، فبالتالي هياخد لك شكل السكل، شكل المنجل، تمام. فعشان كده بنقول ان الاكسجينيتد بيبقى نورمال، شكل الكرباسك العادي، انما الدي اكسجينيتد بيبقى شكل السكل، تمام. يبقى معنى كده ان في عمليه سيكلينج. ايه معنى عمليه السيكلينج؟ عشان لما تشوف المكتوب في الدرس يقول لك ده حصل سيكلينج، معناها ان حصل من النورمال، تحول من النورمال ل السكل، السكل شكل السكل، يعني تحول من الكورباسكل لشكل المنجل، دي اسمها السيكلينج. طيب السيكلينج دي قلنا بتبقى عملية ريفيرزابل، يعني هي لما يبقى اوكسجينيتد بيبقى شكل الكورباسكل، طب ما الاكسجين يسيب منه ويبقى دي اوكسجينيتد، بيبقى شكل السكل شيب، تمام. يبقى احنا كده فهمنا يعني ايه سيكل سيل ديزيز، تمام، دي الحوار كله. طيب ايه المشكلة هنا بقى؟ بيقول لك اما المشكلة هنا لما يبقى دي اوكسجينيتد، قلنا بيبقى يحصل لهم بولمرايزيشن مع بعض، يعني يتجمعوا مع بعض ويعمل لك شكل السكل. شكل السكل ده بيقوم رايح لك عند البلاد فيسل، يقف لك عند البلاد فيسل، شايفين شكله بتبقى عامله ازاي؟ تقف لك عند البلاد فيسل وتقوم قافله لك البلاد فيسل، فتعمل لك فازو اوكلوزيف كرايسيس، يعني قفلت لك البلاد فيسل، فبالتالي هتقلل كميه البلاد اللي رايحه للتشو، تمام. يبقى دي اول حاجه. طيب تاني حاجه بيقول لك ان هي في شكل السكل دي برضو السيل ميمبرين بتاعها بيبقى ضعيف جدا، فبالتالي بيتعرض للهيموليسيس بسهوله. يبقى انت كده عندك مشكلتين، عندك مشكله اسمها الفازو اكلوزيف كرايسيس، يعني الشكل كرات الدم الحمراء اللي واخده شكل السكل دي راحت لك عند البلاد فيسل وقفلته. الحاجه التانية ان الممبرين بتاعها وهي في شكل السكل برضو بتبقى الممبرين بتاعها ضعيف، فبالتالي هيتعرض لهيموليسيس بسهوله. يبقى انت عندك المشكلتين دول. طيب نرجع تاني، يبقى احنا قلنا كده ان الشخص النورمال قلنا بيبقى موجود جينين، جين ايه وجينين موجودين المفروض يبقوا نورمال، يبقى ايه ايه، تمام. طيب في حاجه اسمها السيكل سيل تريت، يعني ايه تريت؟ يعني بيبقى عنده جين واحد بس اللي بايظ، يعني عنده جين سليم ايه اللي هو الهيموجلوبين ايه، وعنده جين سليم اللي هو اتش بي اس الهيموجلوبين، اللي هو اس الهيموجلوبين. الشخص اللي عنده سيكل سيل بنقول عليه هيموجلوبين اس اللي هو اتش بي اس، تمام. فبالتالي هو الشخص لو هو عنده مجلو عنده سيكل سيل تريت، يعني عنده جين سليم وجين بايظ، فبالتالي نقول اي اس. انما لو هو سيكل سيل ديزيز، في السيكل سيل ديزيز بقى عنده الاثنين بايظين، يبقى هنقول اس اس، تمام. يبقى النورمال عنده الاثنين سالمين، انما التريت عنده واحد سليم واحد بايظ، انما السيكل سيل ديزيز بقى عنده الاثنين عنده الاثنين جين بايظين. فبنقول ان الشخص السيكل سيل ديزيز ده هو اللي بيظهر عليه المرض، لان عشان المرض ده يظهر لازم يكون التو جين عصر فيهم ميوتيشن، تمام. فبالتالي بنقول ان ده اسمه اوتوسومال ريسيسيف، يعني لازم عشان يظهر ديزيز ان التو جين يحصل فيهم ابنورمالتي او يحصل فيهم ميوتيشن، تمام. يبقى احنا خلنا كده السيكل سيل ديزيز، عرفنا يعني ايه سيكل سيل ديزيز، عرفنا يعني ايه سيكل سيل تريت، وقلنا سيكل سيل تريت ده هو بيبقى حامل للمرض، يعني ينقله لاولاده اللي جايين، انما ما يظهرش في الأعراض، لأن الأعراض عشان تظهر لازم يكون التو جين حصل فيهم ميوتيشن. يبقى كده قلنا الجزء ده. طيب في حاجة كمان، في حاجة اسمها الثلاسيميا. الثلاسيميا ده برضو بيبقى مرض بيحصل فيه نقص في التشين، احنا قلنا المفروض يبقوا 2 ألفا و2 بيتا، لا بيقول لك ساعات يبقى ألفا واحدة واتنين بيتا، فنسميها ألفا تشين، يعني نقصت ألفا. في ساعات بيبقى 2 ألفا و1 بيتا، يعني نقصت بيتا، فنسميها بيتا تشين، ده الثلاسيميا. في حاجة كمان اسمها اتش بي سي هيموجلوبين سي، الهيموجلوبين سي ده بيبقى بيحصل ميوتيشن في الجلوتاميت بس بيتحول للايسين، تمام. طب انا بقول لك ليه دول؟ عشان ساعات بيبقى يحصل مثلا ميوتيشن في جين، يعمل لك اتش بي اس، يعني ميوتيشن حصل فيه سيكل سيل وميوتيشن حصل فيه مثلا ثلاسيمي، تمام، فبنسميها اس ثلاسيمي. في ميوتيشن حصل فيه ثلاسيميا مثلا، وفي ميوتيشن حصل فيه اتش بي سي، فنسميها اس سي، تمام،
عشان هنقولها حالا، اللي هو كومباوند هيتيروزايجوت والهيتيروزايجوت. يبقى عرفنا ده كده المقدمة عن الدرس كله. تعالى بقى ندخل فيه الدرس. تمام، لازم تكون فهمت الحتة دي كويس عشان تمشي كويس في الدرس. اول حاجة نتكلم عنها الانسيدنس. بيقول لك السيكل سيل دي موجودة فين؟ بتقول لك هي في امريكا، يعتبر اكتر حاجة بتواجه الناس اللي عندهم مشاكل في الهيموجلوبين. يعني انت لو جيت ناس عندهم ابنورمال هيموجلوبين، اكتر حاجة اكتر ديزيز هتلاقيه فيهم هو السيكل سيل ديزيز. تمام، اهو موجود فين؟ في امريكا واوروبا. انما في مصر بقى بيقول لك هو تاني حاجة بعد السلاسيميا. يعني لو جبت ناس عندهم مشاكل في الهيموجلوبين، اول مرض هتلاقيه منتشر فيهم هو الثلاسيميا، بعديها السيكل سيل. انما بيقول لك بقى 50% اوف الورلد بيشنت، يعني 50% الناس اللي عندهم سيكل سيل موجودين في نيجيريا، الهند نيجيريا هنا في افريقيا والكونغو. تمام، دي كده الانسيدنس. طيب الجينيتكس دي احنا لسه قايلين اهو، نعيدها تاني. بيقول لك في حاجة اسمها الهوموزايجوت. الهوموزايجوت دي يعني الاتنين جين شبه بعض، يعني الاتنين جين حصل فيهم ميوتيشن. تمام، تو ابنورمال جين، فبالتالي بنقول اس اس. تمام، سيكل سيل جين حصل فيه السيكل سيل، الهيموجلوبين اس، وجين حصل فيه السيكل سيل، فبنقول هوموزايجوت. الاتنين شبه بعض اس اس، فبالتالي ده مش هيلاقي عنده النورمال اللي هو الهيموجلوبين ايه. طيب في حاجة اسمها الكومباوند هيتيروزايجوت وحاجة اسمها الهيتيروزايجوت. الكومباوند هيتيروزايجوت ده بيبقى الاتنين في مرضين بس مش نفس الجينين، جينين حصل فيهم ابنورماليتي بس مش نفس المرض، زي اللي انا لسه قايلهم. مرض مثلا اتش بي اس، واحد هيموجلوبين عنده سيكل سيل، في هيموجلوبين عنده السي دي زي السي اللي احنا لسه قايلينه، اتش بي اس اللي هو الجلوتاميت اتحول ليه لايسين. فبالتالي احنا انت عندنا اتنين ابنورماليتي بس مختلفين، واحد اتش بي اس وواحد اتش بي سي. تمام، في برضه كومباوند هيتيروزايجوت اتش بي اس، واحد هيموجلوبين تبع السيكل سيل وفي واحد تاني تبع الثلاسيميا. الثلاسيميا دي بنقول فيه بيتا 0 وبيتا 1. تمام، بيتا 0 وبيتا 1، فبنقولها ازاي؟ اس بيتا 0 يعني واحد ثلاسيميا، واحد سيكل سيل اس، واحد بيتا ثلاسيميا بيتا 0، في واحد تاني اس بيتا 1. تمام، يبقى واحد جزء اس وجزء من البيتا 1 اللي هو الثلاسيميا. تمام، احنا قلنا الثلاسيميا فيها بيتا 0 وبيتا 1، فلما تكون مع السيكل سيل فبنقول اس بيتا 0 او اس بيتا 1. تمام، يعني جين في ثلاسيميا وجين في ثلاسيميا وجين في سيكل سيل، ده اسمها الكومباوند هيتيروزايجوت. يعني جينين جينين فيهم ابنورماليتي بس مش نفس المرض، لا مرضين مختلفين. طيب الهيتيروزايجوت بقى، الهيتيروزايجوت ده برضه مختلف بس ايه، في جين واحد نورمال والتاني ابنورمال. النورمال اللي هو ايه والتاني اس، وده بنقول عليه ان هو ده تريت، سيكل سيل تريت، يعني هو بيبقى حامل المرض بس ما بيظهرش فيه المرض. تمام، يبقى كده الهيتيروزايجوت قلنا كومباوند. كومباوند دي معناها مركب، يعني حصل فيه اتنين ميوتيشن، انما الهيتيروزايجوت ده حصل فيه ميوتيشن واحدة بس. ليه؟ لأن في واحد اهو ال A نورمال انما ال S abnormal. تمام، دي معناها كومباوند هيتيروزايجوت ودي الهيتيروزايجوت. عرفنا يعني ايه الفرق ما بينهم. طيب في حاجة معلومة مهمة جدا، بيقول لك عملوا أبحاث على ناس من أفريقيا، لقوا الناس اللي عندهم الأفارقة اللي عندهم سيكل سيل تريت، يعني عندهم الجين سليم وجين في سيكل سيل ديزيز، لأن هما ليهم بروتكتيف أدفانتج من البلازموديوم فالسيبيرم ملاريا. احنا عارفين الملاريا في منها البلازموديوم فالسيبيرم، دي اللي بتسبب لك نوع من انواع الملاريا. لا، الناس اللي عندهم سيكل سيل تريد دول ليهم بروتكتيف ادفانتج، يعني ما بيصابوش بالبلازموديوم فالسيبيرم ملاريا. تمام، دي كده جينيتكس. يبقى اتكلمنا على الانستنس، اتكلمنا على الجينيتكس. تعالى بقى الباثوفيسيولوجي. الباثوفيسيولوجي ده احنا لسه قايلينه هنعيد عليه تاني. بيقول لك ايه، زي ما احنا قلنا بيحصل، ادي الكروموسوم رقم 11 بيحصل فيه ميوتيشن عند القاعدة اي تي. القاعدة اي تي دي اللي موجودة فيها الكودون بتاع البيتا هيموجلوبين. البيتا هيموجلوبين قلنا احنا قلنا اصلا ال A اللي هو اتش هيموجلوبين A بيتكون من 2 الفا و2 بيتا، فتقوم البيتا دي عند الكروموسوم رقم 11 يقوم حصل لها ميوتيشن عند الرقم 6، عند البوزيشن رقم 6 اللي موجود فيه الجلوتامات، يقوم متحول ليه فالين. فالفالين ده يقوم عامل لك بوليمرايزيشن، يعني الكرات الدم او الهيموجلوبين يقوم
متجمع مع بعض، لازق في بعضه. ده السيرونا بيلزق امتى؟ في حالة الدي اوكسجينيتد، يعني لما البلد بيبقى مش شايل اكسجين، تمام؟ يبقى مش شايل اكسجين، يبقى الفالين ده يسبب لك السايكلينج، يعني يعملوا بولمرايزيشن ويتجمعوا مع بعض، تمام؟ فلما يتجمعوا مع بعض قلنا هيعمل لك شكل المنجل، فشكل المنجل ده هيقوم عامل لك مشكلتين، يقوم رايح لك اهو ادي شكل المنجل، الانيميا المنجليه راحت عملت لك قفلت لك البلاد فيسل. فما تقفل لك البلاد فيسل هتعمل لك حاجه اسمها فاسو اوكلوسيف كومبليكيشن، يعني البلاد فيسل اتقفل، وكمان قلنا الممبرين بتاعه بيبقى ضعيف، هتعمل لك كرونيك هيموليتيك انيميا، هيتكسر بسهوله. انما احنا قلنا في الاكسجينيت، لما اكسجينيتد لا، لما يكون محمل بالاكسجين، الاكسجين هيبعدهم عن بعض فهتخليها تاخد شكل الكورباسكل النورمال، تمام؟ فالعمليه دي بنسميها السايكلينج، هي عمليه ريفرسبل، يعني لما يكون ماسك اكسجين في الدم لا ياخد الشكل النورمال، لما الاكسجين يسيبه يعمل لك شكل السيكل، تمام؟ دي اول حاجه في الباثوفيسيولوجي. ادي قلنا اهو ادي الشكل النورمال، لما يكون ماسك هيموجلوبين، لما يسيب الهيموجلوبين منه ياخد لك شكل السيكل المنجل، يقوم رايحه قافله لك البلاد فيسل، فتعمل لك فاسو اوكلوزيف كرايسيس، بالاضافه ان هي السيل ميمبرين بتاعه بيبقى ضعيف، فبالتالي هتتعرض للهيمولسيس بسهوله. طيب نكمل، قلنا في الفازو اوكلوزيف كرايسيس ده السيكل كرات الدم الحمراء بتاخد شكل السيكل، شكل المنجل، وتروح تقفل لك البلاد فيسل. لما تقفل لك البلاد فيسل هيحصل اسكيميا، يعني البلاد اللي رايح ليه التشو هيقل جدا، فيعمل لك اسكيميا. فالاسكيميا دي هتسبب لك كام كومبلكس كده هنقولهم. اول حاجه بيقول لك ان بيحصل حاجه اسمها فاكتور انكلودنج هيمولسيس اسوشيتد ريدكشن ان نيتريك اوكسايد. يعني ايه؟ يعني النيتريك اوكسايد ده بيقل. احنا عارفين النيتريك اوكسايد ده بيعمل لك فازو دايلاتيشن في البلاد فيسل، يعني لما يكون مثلا في مشكله في البلاد فيسل، البلاد فيسل ده ضيق مثلا او حصل فيه اوكلوجن، النيتريك اوكسايد ده يقوم عامل لك فازو دايلاتيشن ويزود لك البلاد فيسل، يزود لك البلاد اللي رايح ليه التشو. فقال لك لا، ده بالاضافه ان بيحصل اوكلوجن، يعني بالاضافه ان الخلايا دي بتقوم قافله لك البلاد فيسل، لا كمان هي بتعمل لك ريدكشن في النيتريك اوكسيد، النيتريك اوكسيد ده بيقل. فقلنا النيتريك اوكسيد ده بيعمل لك فازو دايلاتيشن، فلما يقل مش هيحصل فازو دايلاتيشن، فبالتالي انت كده مش هتعرف توصل دم كمان للتشو، فانت كده سببت مشكلتين، عملت اوكلوجن قفلت البلاد فيسل وقللت النيتريك اوكسيد اللي هي كانت بتوسع الاوعيه وتوصل دم، فبالتالي انت عملت سيفير اسكيمي، الدم اللي رايح للتشو هيبقى قليل جدا، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه بيحصل ان الكرونيك انفلاميشن اوكسيديتيف ستريس، يعني الخلايا بيحصل لها دامج، والارتريتد ريد سيل ادهيجن بروبرتي. احنا المفروض لما احنا خدنا شكل الرولكس ابيرنس ده، قلنا لما اللي بيحصل ستاكنج للبلاد فيسل، لما تيجي تعدي من فيسل على شكل الرولكس اللي احنا عايزينه، لا بيقول لك لا مش هتاخد الشكل ده، هتاخد شكل السيكل، يعني هيتغير في الادهيجن بتاع، بدل ما بيحصل لها ادهيجن وتدي لك شكل رولكس، لا هيحصل لها ادهيجن وتدي لك شكل السكل، فبالتالي هتقفل لك زي ما احنا قلنا البلاد فيسل وتعمل لك اسكيم، تمام؟ طيب تالت حاجه بيقول لك بيحصل اكتيفيشن للوايت بلاد سيل. كل الحاجات دي الميكانيزمات دي بتبقى يعني انون ميكانيزم، تمام؟ بتبقى انون ميكانيزم، يبقى اكتيفيتد وايت بلاد سيل عشان الوايت بلاد سيل زادت، وكمان بالاضافه ان هو بيعمل لك فازو اوكلوجن، بيقفل لك البلاد فيسل، وكمان بيقلل لك النيتريك اوكسيد اللي هو كان بيعمل فازو دايلاتيشن، وبيعمل حاجه كمان ثلاثه انيل من دي كله، بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك اكتيفيشن للبليتلت، وكمان بيعمل هيمو دايناميك تشينجز، بتتضمن البليتلت اكتيفيشن، الثرومبين اكتيفيشن، يعني وبيقلل لك الانتي كوكيلانت، بيقلل لك مضادات التجلط والحاجات اللي بتذوب الجلطات، فبالتالي انت كده عملت جلطات في البلاد بس. فانت كده دي تالت حاجه مشكله بتسببها هي. احنا قلنا اول مشكله بتقفل لك البلاد بس، يعني مشكله بتقلل لك الماده اللي بتعمل لك فازو دايلاتيشن، تالت حاجه بتحفز لك المواد اللي بتعمل لك جلطات، تمام؟ فدي تالت مشكله ليها. رابع حاجة بقى بيحصل فيها انكريز للفيسكوستي، يعني اللزوجة بتاعها بتزيد، اللزوجة دي يعني كرات الدم الحمراء بتلزق في بعض أكتر عنها اللزوجة، تمام؟ فما تكون نزجة يعني لازقة في بعضها أكتر، فبالتالي برضه هي هتروح تسد لك البلاد فيسل أكتر،
تمام، يبقى دول الاربع حاجات قلنا هيحصل فازو اوكلوجن، هتقفل لك البلاد فيسل، هتقلل لك النيتريك اوكسايد. النيتريك اوكسايد ده هو اللي بيعمل لك فازو دايلاتيشن، فبالتالي مش هيحصل فازو دايلاتيشن، فكميه البلاد هتقل، يحصل لك انفلاميشن، اوكسيديتيف ستريس والحاجات دي كلها. تالت حاجه هيحصل اكتيفيشن للبليتلت والعوامل اللي بتعمل لك جلطات. رابع حاجه الفيسكوستي اللزوجه بتاعها هتزيد، فبالتالي الاستيكنج بتاعها هتزيد، يعني هتزيد الستيكنج بتاعها تلزق في بعض اكتر، فتقفل لك البلاد فيسل بشكل اكتر. تمام، ده كده الباثو فيسيولوجي. بيقول لك بقى في معلومه مهمه جدا ان انا كنت مأجلها في الاول، احنا قلنا في حاجه اسمها الهيموجلوبين اف، قلنا الهيموجلوبين اف ده بيتولد بيبقى موجود عند الفيتس وعند الطفل اللي هو لسه مولود بنسبه عاليه، فلاقوا ان الطفل اللي عنده الطفل اللي لسه مولود ده ما بيجي، لو هو عنده جين حصل فيه ميوتيشن وعنده مشكلة السيكل سيل ديزيز، بيقول لك ان الاعراض ما بتظهرش وهو لسه مولود. طب ليه؟ لان لو ان الهيموجلوبين اف ده زي ما انا قلت بيبقى عالي جدا، لما بيبقى عالي لقوا ان الهيموجلوبين سي بتبقى قليلة. تمام، يبقى لما الهيموجلوبين اف بيبقى عالي الهيموجلوبين اس بيبقى قليل. طب الهيموجلوبين اف ده بيبقى عليه فين؟ في الفيتس قلنا، واللي هم الاطفال الادبيرس، فبالتالي هم مش بيظهر عليهم الاعراض دي. تمام، وكمان هنستخدمها في الاخر في العلاج، هنقول لك ان في ادويه لقوها بتزود الهيموجلوبين اف، فلما يزودوا الهيموجلوبين اف هي في الادلت، لما يزودوا الهيموجلوبين اف في الادلت هيقللوا الهيموجلوبين اس. تمام، يبقى كده دي اهميه الهيموجلوبين اف. تتضمن في ايه؟ في حاجتين، ان الاطفال اللي هم لسه مولودين لو هو عندهم ميوتيشن وعندهم السيكل سيل ديزيز، هو بيكون الهيموجلوبين اف ده عندهم عالي، فلما يكون عالي الهيموجلوبين اس ده بيبقى قليل، فمش بتظهر عليهم الاعراض. تظهر عليهم امتى؟ لما يكبروا بقى يبقى ادلت، قلنا الهيموجلوبين اف دي هتقعد تقل خالص، فالهيموجلوبين اس دي هتظهر معاه. تمام، فبيقول لك ان الهيموجلوبين اف افكت اجينست الهيموجلوبين اس، بيقللها. تمام، عن طريق ايه؟ عن طريق انه يقلل الادهيجن بتاع، بيقلل لك نسبة الهيموجلوبين اس في البلاد بس، لما يقلل لك نسبة الهيموجلوبين اس في البوليمر هيقوم مقلل الادهيجن، فبالتالي مش هيلزقوا في بعض، فمش هيعمل لك السيكل سيل شيب. تمام، يبقى دي الجزء بتاع الهيموجلوبين اف. فهو قال لك هنا الاليفيتد هيموجلوبين اف لما يكون الهيموجلوبين اف عالي زي ما زي عند الاطفال هيقلل لك كمية الهيموجلوبين اس، فبالتالي الاعراض مش هتظهر. قلنا تظهر امتى بقى؟ لما الطفل ده يكبر، لان الهيموجلوبين اف لما الطفل ده يكبر بيقل. تمام، وقلنا نستخدمه في الاخر في العلاج في الادلت، هندي ادويه تزود لك الهيموجلوبين اف، عشان الهيموجلوبين اف لما يزيد الهيموجلوبين اس هتقل. ده كده الجزء بتاع الباثوفيسيولوجي خلصناه. ندخل بقى على الكلينيكال مانيفستيشن. قلنا احنا عندنا مشكلتين، اول مشكله انه بياخد شكل السيكل يعني شكل المنجر ويقفل لك البلاد فيسل. تمام، وفي حاجه كمان ان السيل ميمبرين بتاعها بيبقى رؤية وضعيف جدا، فبالتالي هيتعرض للهيموليسيس بطريقة أكبر، فبالتالي هيحصل كرونيك هيموليتيك أنيميا. طيب بيقول لك في حاجة اسمها كرايسيس هيحصلوا، أول حاجة اسمها فاسو أوكلوزيف كرايسيس، يعني إيه اللي إحنا لسه قايلين؟ هتاخد الكرات الدم الحمراء هتاخد شكل المنجل وتروح تقفل لك البلاد فيسل. طيب بيبقى فيه أعراض ليه؟ أعراض إيه؟ بين فول بتبقى سيفير بين الراجل الشخص اللي عنده السيكل سيل ديزيز ده وفي فاز اوكلوزيف كرايسيس، هيبقى اجي لك بسيفير بين ايده هيقول لك انا مش طايق ايدي. ليه؟ لان لما البلاد فيسل تتقفل اطلع ميدياتور، الميدياتور ده بتعمل لك بين. تمام، يبقى عنده اول حاجه اكستريم بين، بينتج منين؟ من الاسكيميا، لان احنا قلنا هتقفل لك البلاد فيسل فيحصل اسكيميا، لما يحصل اسكيميا هيطلع ميدياتور تعمل لك بين. طيب لو اول حاجه دي او البين او الفازو اوكلوزيف كرايسيس دي بتزيد بكذا حاجه، بتزيد بالانفكشن والاسيدوزيس والفيفر والديهايدريشن. بيقول لك ان هم بيعملوا بريسيبيتيت الفازو اوكلوزيف كرايسيس، يعني بيزودوه. ليه؟ لان هم لقوها انه بيزودوا الدي اكسجينيتد وبيقللوا الاكسجينيتد، واحنا عارفين ان الدي اكسجينيتد بتبقى على شكل ايه؟ على شكل السيكل سيل، فبالتالي لما تزود الدي اكسجينيتد هتزود كمية كرات الدم الحمراء اللي على شكل السيكل، فبالتالي هتروح تقفل لك البلاد فيسل بصورة أعلى. تمام، ده تفسير الحتة دي. طيب بيقول لك في كمان عرض كمان اسمه الدكتلايتس. الدكتلايتس دي معناها انفلاميشن ان الديجيتس اللي هي الصوابع بتاع الايد. الديجيتس دي اما بنيجي نقول انفلاميشن في الديجيتس ما بنقولش ديجيتايتس، لا مفيش حاجة اسمها كده.
بنقول في ديجيتس اللي هي الصبع بتاع الايد، تمام، او بنسميها هاند فوت سيندروم، يعني بيكون الصبع بتاع الايد او الرجل بتبقى فيها انفلاميشن وسويننج زي ما احنا شايفين، بتبقى موجوده في 30% او بتظهر اول حاجه بتظهر فيرست اول حاجه بتظهر في 30% من الناس اللي عندهم سيكل سيل ديزيز. ده كده اول كرايسيس. تاني كرايسيس حاجه اسمها سيكوستريشن كرايسيس. في الكرايسيس دي بيحصل حاجتين، اول حاجه بيظهر الاعراض بتاع الانيميا العاديه اللي هي البالور والرابيد بالس، تمام، البالور والرابيد بالس دي اول حاجه. تاني حاجه بقى بيقول لك ان السبلين، احنا عارفين السبلين جاي له ارتري وطلع منه فين، بيقول لك ان في السيكوستريشن كرايسيس بيحصل ان السبلينك فين، الفين اللي طالع من السبلين بيتقفل، الخلايا المنجليه دي تروح قلنا تقفله، فلما تقفله انت سايب الارتري مفتوح، فانت عمال تسحب دم من الجسم والدم اللي داخل السبلين مش عارف تطلعه من الفين، فالفين السبلين عمال يسحب دم ما بيطلعش الدم اللي بيسحبه، فبالتالي هيحصل ماسيف سبلينوميجالي، السبلين بتاعه هيزداد حجمه هيكبر بكميه غير طبيعيه بشكل غير طبيعي، فبالتالي قلنا هيحصل ماسيف سبلينوميجالي لدرجه ان في ناس بيقوموا شايلين السبلين في الحاله دي، ويحصل كمان هايبوتنشن. ليه؟ لان انت عمال تسحب البلاد من البلاد فيسل، عمال تسحب وتوديه السبلين، فكميه البلاد بتقل فبالتالي الضغط هيقل فيحصل لك هايبوتنشن، تمام. يبقى دول السيكوستريشن كرايسيس. بيحصل حاجه تالت كرايسيس اسمها ابلاستيك كرايسيس. ابلاستيك يعني مفيش خلايا طالعه من البولنارو، يعني نو بلاستيك يعني مفيش خلايا طالعه من البولنارو. دي بتحصل امتى؟ في حالات لما يكون عنده سيكل سيل ويصاب بيه فيروس اسمه بارفو فيروس بي 19. بارفو فيروس بي 19 ده يقوم رايح لك على بون مارو يعمل فيه ديفيشنسي يخليه ما يطلعش خلايا، فنسميه بلاستيك كرايسيس. رابع كرايسيس اسمها هايبر هيموليتيك كرايسيس. احنا قلنا الراجل اللي عنده سيكل سيل ديزيز عنده هيموليسيس، ففي حاله بتحصل له كمان بيبقى مع التقدم بقى المرض بيحصل ديفيشنسي في الجلوكوز 6 فوسفيت، تمام، يبقى جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز بيحصل له ديفيشنسي، فجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ده لما يحصل له ديفيشنسي يزيد الهيموليتيك، يعني هو كان عنده هيموليتيك اصلا فمع تقدم المرض حصل ديفيشنسي في الانزيم ده فالهيموليتيك زاد، فعمل لك هايبر هيموليتيك، يعني عمل لك على هيموليتيك بدل ما كان هيموليتيك لا بقى هايبر هيموليتيك، تمام. ده كده الاربعه كرايسيز اللي علينا. يبقى احنا كده قلنا الكومبليكيشن وقلنا المشاكل الكلينيكال اللي العيان بيجي يقولها لك. طيب انت دلوقتي جالك عيان شاكك ان هو سيكل سيل ديزيز، هتشخصه ازاي؟ اول حاجه هتعمل له انفستيجيشن، حاجه من الستة دول. اول حاجه هتقول له ايه؟ هتقول له روح اعمل لي تحليل بلاد سي بي سي، صوره دم كامله، هتشوف فيها ايه؟ احنا قلنا الراجل ده بيجي بهيمولسيز، يعني كرات الدم عماله تتكسر، فتلاقي عنده انيميا. الانيميا دي بتبقى مودريت تو سيفير في حالة السيكل سيل، يعني الجينين يكونوا فيهم ميوتيشن للاس، يعني اتش بي اس واتش بي اس، يعني الجينين عندهم سيكل سيل. طيب في احنا قلنا لسه في الكومباوند هيتيروزايجوت اللي هم بيبقى جين سيكل وجين ثلاسيميا او جين سيكل مثلا وجين اتش بي سي، دول بيبقوا قلنا كومباوند هيتيروزايجوت، دول بيبقى اقل شوية الاعراض بتبقى مايلدر يعني اقل من الاس اس. دي اول حاجه هتلاقي. حاجه تاني حاجه في تحليل البلد، احنا قلنا هنعمله تحليل بلد، ده اول حاجه هنشوفها انيميا. تاني حاجه هتبص على الام سي في، الام سي في دي حاجه اسمها المين كورباسكولار فوليوم، يعني الفوليوم ده بتشوفه برضو هتلاقيه خانه كده مكتوبه في تحليل البلد. طيب احنا قلنا وانا ذكرت في الدرس ده هل ذكرت ان الحجم اتغير؟ انا ما ذكرتش ان الحجم اتغير، انا عمال اقول بس ان ايه، ان بيحصل استيكنج، يعني الخلايا او كرات الدم الحمراء بتلزق في بعضها، الحجم بتاعها بيظل نورمال، الحجم ملوش اي دعوه، هو بس الخلايا بتلزق في بعضها، تمام، الحجم بيبقى نورمال. طيب الحجم بيبقى مايكروسيتيك بيقل امتى؟ في حالات الثلاسيميا، تمام. في الثلاسيميا احنا قلنا يا اما بيفقد الفا تشين يا اما بيفقد بيتا تشين، فبالتالي انت كده قللت الكمية، قللت حجم الريد بلاد سيل لان انت خدت منها التشين، فبالتالي الثلاسيميا بنقول مايكروسيتيك، انما السيكل سيل بتبقى نورموسيتيك نورمال، انت ما جيتش جنب الحجم، انت بس ايه لزقت الخلايا في بعض. تالت حاجة هتشوفها الريتيكولوسايتوزيس، الريتيكولوسايت هتزيد لان احنا خدنا في اول الهيماتولوجي ان الريتيكولوسايت بتزيد في حالات الهيموليسيس، وقلنا في السيكل سيل بيحصل فيه هيموليسيس بطريقة عالية. رابع حاجة بقى بيحصل فيه حاجة اسمها بناخد حاجة اسمها بلاد سمير، البلاد سمير دي هتشوف فيها أجسام اسمها هول جولي بادز، الهول جولي بادز دي بتبقى ايه؟
اهي بتبقى عبارة عن كرة دم كده حمراء فيها نيوكليوس. طيب هل طب احنا عارفين اصلا ان كرة الدم الحمراء مبقاش فيها نيوكليوس؟ بيقول لك ان في حالات الشغل الهول جولي بوديز دي بيبقى موجود، بيحصل حاجة اسمها هايبو سبلينيزم، يعني السبلين الفانكشن بتاعه بتقل، بيقل في الفانكشن من مش في الحجم. هايبو سبلينيزم دي معناه السبلين فانكشن بتاعته قلت، فلما الفانكشن بتاع السبلين بتقل ومش هيعرف يكسر لك الكرات الدم الحمراء اللي فيها مشاكل. فبيقول لك ان في حالات السيكل سيل ديزيز البون نارو هيطلع لك خلايا اسمها اريثروبلاست اللي هي كانت بتكون قبل بتكون في الخطوات تكوين كرة الدم الحمراء. الاريثروبلاست دي بتبقى ليها نيوكليوس. في حالات السيكل سيل ديزيز البون نارو هيطلع لك خلايا فيها نيوكليوس اسمها الاريثروبلاست، فالمفروض الاسبلين يكسرها. فبيقول لك لا، في بيحصل هايبوسبلينيزم، الاسبلين طبعا هيفقد الفانكشن بتاعه، فبالتالي مش هيعرف يكسر لك الكرات الاريثروبلاست، فهتفضل موجوده بالنيوكليوس بتاعتها، فتلاقي كرات دم حمراء فيها نيوكليوس. دي بنسميها ايه؟ هو الجولي بادس. تمام، دي نتيجه ان بون نارو بيطلع اريثروبلاست فيها نيوكليوس المفروض الاسبلين يكسر ان هي اب نورمال. يقول لك لا، الاسبلين مش عارف يكسرها لان حصل له هايبو اسبلينيزم، يعني الفانكشن بتاعته قلت، فهتفضل موجوده في البلد، فنسميها هو الجولي بادس. تمام، بتبقى ايه؟ نيوكليتد ريد سيل. تمام، وبيحصل حاجه اسمها كمان اسمها البولي كروماسيا. كروماسيا دي معناها اللون بتاع الريد بلاد سيل لما تاخد منها اسمير. اسمير للبلد هتشوف الريد بلاد سيل بالوان مختلفه، بولي كروماتيزم يعني فيه كذا لون، ادي لون اهو ودي لون اهو ودي لون اهو، في كذا لون مختلف. ليه؟ لان احنا قلنا ان البون نارو بيطلع لك الاريثروبلاست بيبقى فيها النيوكليوس، فالزبون مش هيعرف يكسرها، فتعمل لك لو الجولي بادز دي هتروح فين؟ هتروح في البلد. فانت لما تيجي تاخد عينه بلد هتلاقي الجسيمات دي، وكمان هتلاقي كرات الدم اللي شبه المنجل وكرات الدم اللي موجوده في الاكسجينيتد فورم، فانت هتشوف كذا لون، فهتقول ان في موجود هايبر كروماز يعني بولي كروماسيا. بولي كروماز يعني في كذا لون موجود في السمير اللي انت هتاخده. خامس حاجه بتعمل اريثروسايت سيديمنتيشن ريت. ايه معنى الريسوسايت سيديمنتيشن ريت؟ عارفينها سرعه الترسيب. طب معناها ايه؟ انت بتجيب كرات دم، انت بتجيب بلاد بتحطه في انبوب، المفروض البلاد او كرات الدم الحمراء دي تقوم نازله مترسبه في قاع الانبوب، عشان كده بنسميها سرعه الترسيب. بنقيس السرعه اللي كرات الدم الحمراء دي بتنزل بيها تترسب في قاع الانبوب. طيب قلنا ان المفروض في النورمال ان هي بتاخد شكل الرولكس، الرولكس اللي احنا لسه قايلينه اللي هو بيبقوا ستيكنج كده جنب بعض. طيب في حاله السيكل سيل ديزيز بيبقى قلنا بتفقد الشكل ده وبتاخد شكل المنجل اللي هو السيكل. فقال لك ان المنجل السيكل ده بيبقى سرعته ابطا في النزول، يعني على ما ينزل يترسب في القاع بتاع الانبوبه سرعته بتبقى اقل، فبالتالي انت كده قللت سرعه الترسيب. حتى لو في انفلاميشن، قال لك حتى لو في انفلاميشن برضه هتلاقي سرعه الترسيب قليله. ليه؟ لان المشكله عندك اصلا في المورفولوجي بتاع الريد بلاد سيل، حتى لو في انفلاميشن مش هتأثر على سرعة الترسيب، مش هتعليها. المفروض لو في انفلاميشن في الشخص النورمال هتعلي لك سرعة الترسيب. قال لك لا، في حالات السيكل سيل ديزيز بيفقد رولاكس ابيرنس وبيتحول اللي قلنا ليه السيكل شيب، شكل المنجل، فالمنجل ده بياخد وقت اطول على ما ينزل يترسب في قاع الانبوبه، فهيقلل لك سرعه الترسيب. رقم ستة بقى، في حاجة اسمها الهيموجلوبين الكتروفوريسيس. طبعا زي ما احنا عارفين ده الالكتروفوريسيس، احنا قلنا في الاول خالص الشخص النورمال بيبقى عنده الكمية الاعلى ايه للهيموجلوبين ايه، الهيموجلوبين ايه اللي هو الهيموجلوبين ايه 1، الهيموجلوبين ايه 2، والهيموجلوبين اف بيبقى كميتهم قليلة جدا في الادلت زي ما احنا قايلين في الاول. طيب هل الشخص النورمال بيبقى موجود اتش بي اس اللي هو بتاع الجين بتاع السيكل سيل؟ قال لك لا. طيب انت لو جيت عملت الشخص الكتروفوريسز ولقيت عنده اتش بي اس هيموجلوبين اللي فيه السيكل سيل ديزيز، هيقول لك طبعا ده دياجنوستيك لشخص اللي عنده سيكل سيل. انت اول ما تشوفها على طول ده سيكل سيل، دي الدياجنوستيك ستيج او الدياجنوستيك ميثود اللي هو الهيموجلوبين الكتروفيز. الكتروفوريز هيفصل لك الهيموجلوبين عن بعضه، اول ما تلاقي هيموجلوبين اس تقول ده خلاص الشخص ده سيكل سيل ديزيز. تمام، ده كده الانفستيجيشن. نتكلم بقى اخر حاجة على التريتمنت. التريتمنت نقسمه جنرال تريتمنت وسبيسيفيك تريتمنت. اول حاجة جنرال ميجرمنت او تريتمنت، اربع حاجات. اول حاجة تديله فوليك اسيد،
لا، ان الفوليك اسيد ده بيحفز كرات البون مارو ان هو يطلع كرات دم حمراء سليمه. تاني حاجه تديله بروفلاكتيك ترانسفيوجن، يعني بتنقله دم. طيب الدم اللي بتنقله ده بيقلل لك الفريكوانسي اوف الكرايسيس اللي احنا لسه قايلينها فوق، اللي هو الهيموليتيك والفازو اوكلوزيف كرايسيس. تمام، ده بيقللهم لك، لان انت بتنقله دم فيه كرات دم، بتنقله دم فيه ريد بلاد سيل سليمه. بس بيقول لك في حاجه هنا لازم تاخد بالك، ان يكون الدم اللي هتنقله ده نسبه او كميه الهيموجلوبين اللي فيه ما تزيدش عن 10، ان هي لو زادت عن 10 هتعمل له ايرن اوفرلود، انت كده هتحمل عليه كميه ايرن عاليه من بره، فلازم تاخد بالك من الحته دي. طب قال لك عشان ما يحصلش غلطه في الحته دي، او ما يحصلش كومبليكيشن، ان انت تدي له حاجه اسمها الديسفيروجزامين. الديسفيروجزامين ده هو عباره عن ناقل بينقل لك بينقل لك الريد بلاد سيل او اللي فيها ايرن اوفرلود. يعني لو انت عندك ريد بلاد سيل في البلد فيها ايرن كتير، يقوم واخده لك وعمله لك ريموفال، تشيله لك من البلد. تمام، فلازم تضيفه لو انت هتديله بروفلاكتيك ترانسفيوجن. يعني انت هتقوم ناقل له دم، المفروض الدم ده اللي انت ما تنقلوش ما يزيدش عن 10، ما يزيدش الاوفر الايرن بتاعه ما يزيدش عن 10. تمام، طيب انت دلوقتي خايف لا يحصل ايرن اوفرلود من الترانسفيوجن اللي انت هتديله ده، تقوم مديله ضايف عليه ديسفيروكزامين. تمام، عشان ديسفيروكزامين ده لو في حاله في اي ايرن اوفرلود، في اي ايرن زياده هيملى على الجسم، يقوم شايله واخده وعامل له ريموف. تالت حاجه بقى افويدنس اوف البريسبتينج فاكتور. احنا قلنا في عوامل بتزود لك من الفازو اوكلوزيف كرايسيس، اللي هي ايه؟ اللي هي الديهايدريشن والكولد والهاي اتيتيود والحاجات دي كلها، قلنا بتقلل لك الاكسجينيتد فورم وبتزود لك الدي اكسجينيتد فورم، فبالتالي انت زودت الدي اكسجينيتد فورم فزودت السيكل شيب، خليت نسبة كرات الدم الحمراء اللي على شكل المنجل نسبتها اكبر، فتعمل لك كومبليكيشن اللي احنا لسه قايلينها. رابع حاجة بقى تديله فاكسينيشن. ليه بقى؟ احنا قلنا في السيكوستريشن كرايسيس ان الاسبرين بيحصل له اسبرينوميجالي، يعني بيكبر في عيانين بيقوموا مضطرين شايلين الاسبرين، وكمان في عيانين بيحصل لهم هايبو اسبرينيزم، يعني لازم الفانكشن بتاعه بتروح. فاحنا عارفين ان الاسبرين هو اللي بيبقى موجود فيه الخلايا المناعيه، ده الاورجان اصلا متخصص في المناعه، فانت لما شلته هتلاقوا ان النيموكوكاي والهيموفيلس انفلونزا بيصيبوا الشخص اللي عنده ماسيف سبلينوميجالي، او اللي شال السبلين اللي عنده هايبو سبلينيزم، لقوا ان الاثنين اورجانيزم دول بيصيبوه بسهوله، فبالتالي لازم ياخد فاكسينيشن. ده كده الجنرال تريتمنت. اخر حاجه بقى السبيسيفيك تريتمنت، احنا قلنا عندنا 4 كرايسيس. تمام، هناخد علاج كل كرايسيس. اول كرايسيس اللي هي بينفول كرايسيس او الفازو اوكلوزيف كرايسيس، هتدي له ايه؟ اول حاجه كيب لازابيشن تورم. احنا قلنا الفازو اوكلوزيف كرايسيس دي بيبقى مفيش بلاد رايح للتشو، فاما البلاد كميه البلاد اللي رايحه للتشو قليله، لو كده انت بجيت مسكت ايد العيان اللي عنده سيكل سيل هتلاقي ايده كولد، هتلاقي ايده ساقعه لان مفيش بلاد رايح لها. فانت اول حاجه لازم تكيب ذا بيشنت وورم، تاني حاجه تديله اديكويت هيدريشن، تالت حاجه تعمل له الكانيزيشن اوف اليورين. طب ليه؟ لان احنا قلنا بيحصل هيموليتيك انيميا، الهيمولسيس ده بيعمل لك او بيكسر طبعا قواعد البيورين اللي موجوده في السل، فلما قواعد البيورين تتكسر اليوريك اسيد هيزيد، فلما اليوريك اسيد يزيد يروح على المفاصل يعمل لك النقرس، وده هنفهمه حكايه النقرس دي ليها درس لوحدها في موديول اللوكوموتور هنفهمها. انما هنا اعرف ان بيحصل بنعمل الكانيزيشن ليه؟ عشان قلنا بيحصل هيموليسيس، الهيموليسيس ده بيزود لك التكسير، ده بيزود لك نسبة اليوريك اسيد، فبصل يعمل لك جوت او نقرس، فبنتجنب الحكاية دي بانك تعمل له الكانيزيشن. تالت حاجة بقى او اخر حاجة في البينفول كرايسيس، انك بتعمل له اكستشينج ترانسفيوجن. خلي بالك اسمها ايه؟ اكستشينج ترانسفيوجن، يعني احنا في الترانسفيوجن العاديه بتنقل دم، يعني بتجيب دم من بره تديه للعيان، انما هنا بتعمل حاجه اسمها اكستشينج ترانسفيوجن، يعني بتبدل الدم، بتاخد منه دم، بتسحب منه دم من العيان وتديله دم من بره. طب بنعمل الحكايه دي في ايه؟ بنعمل الحته دي في ايه؟ لما يكون الشخص عنده قلنا سيكل سيل مع حاله من دول، يعني هو عنده مشكلتين، عنده سيكل سيل وهو حاجه من دول. اول حاجه انيميك كرايسيس او برولونجد بينفول كرايسيس، يعني هو عنده تكسير غير طبيعي في كرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء تكسر بشكل طبيعي، فانت لازم تاخد منه الدم ده وتديله دم جديد.
تاني حاجة acute chest syndrome. acute chest syndrome يعني حصل ان السيكل سيل دي اتجمعت في البلاد فيسل اللي موجودة في اللنج فقفلتها، فهتعمل لك سيفير بين في الشيست، فهتسميه acute chest syndrome. تمام. رابع حاجة بقى حاجة اسمها بريابيسم. بريابيسم دي بيبقى بينفول برولونجد اريكشن، يعني بيحصل اريكشن وبيبقى بينفول. ليه؟ لان السيكل سيل برضو بتروح تقفل لك البلاد فيسل اللي موجوده في البينس، فتعمل لك برولونجد بينفول اريكشن. تالت خامس حاجه البريجنانسي، واحده ست حامل طبعا عشان الدم ده بيبقى فيه خلايا متكسره كتير، ما تروحش ليه البيبي. سته بيريور تو سيرجري، اللي هو يعمل سيرجري جراح. سته اللي هو سيربرو فاسكولار اكسيدنت، اللي هو حصل له اكسيدنت. طبعا لو حصل له اكسيدنت سيربرو فاسكولار هيبقى عنده مشكله في البلاد فيسل اللي موجوده في البرين، ممكن يحصل فيها جلطات، فلازم تنقله برضو تعمل له جس تشينج ترانسفيوجن، تغير له قدام عشان برضو قلنا السيكل سيل ما تزودلوش الجلطات دي. طيب الدراج بقى اللي هنديها له، هنديله تو كاتيجوريز من الدراج، يعني الادويه اللي بتستخدم في الحالات دي تو كاتيجوريز. اول حاجه دراج بتقلل لك الهيموليسيس عن طريق ان هي تزود لك الهيموجلوبين اف. احنا قلنا اهو دي الحته اللي احنا قلناها في الاول، قلنا الفيتس هيموجلوبين ده لما نسبته بتزيد هيقلل لك الاتش بي اس اللي هو الهيموجلوبين اللي فيه السيكل سيل. تمام. فاحنا لو ان في مجموعه من الادويه بتعمل لك الحكايه دي، بتروح تزود لك الفيتال هيموجلوبين وتقلل لك الاتش بي اس. طيب هي ليها ميكانيزم معينه، هو لسه مش معروف الميكانيزم بتاعها، بيبقوا انهم ميكانيزم. طب ايه الادويه دي؟ الهيدروكسيوريا، الار سي، انترفيرون، اريثروبيتين، بيراسيتام. دي الادويه دي بتقوم رايحه مزوده لك الفيتال الهيموجلوبين اف وتقلل لك الاتش بي اس الهيموجلوبين اس. تمام. طيب تاني كاتيجوريز من الادويه هنلاقوا ان هم انتي سيكلينج، يعني احنا قلنا السيكلينج دي ان في النورمال او لما يكون الهيموجلوبين او الريد بلاد سيل شايل اكسجين بتبقى نورمال، ولما بتسيب الاكسجين بتبقى اب نورمال، بتاخد شكل السيكل، بنسميها السيكلينج. لو ان الادويه دي بتمنع او بتقلل عمليه السيكلينج، تمام، عن طريق ان هي ايه، تخلي تزود الاكسجين اللي ماسك في الريد بلاد سيل، فبنسميها انتي سيكلينج، يعني دمرت لك الحكايه دي. الادويه دي ثلاثه كالسيوم شانل